البس عم نطلع ونخلي العالم يسمع، البس عم نطلع ونخلي العالم يسمع، عنا الغالي والاشبال من بعد ما عنا الاجيال، حدوته عندها اعمال بفضل العالم عم نقشع، البس عم نطلع ونخلي العالم يسمع، البس عم نطلع ونخلي العالم يسمع، عنا القادي والاشبال من بعدهم عندنا الاجيال، حدوته عندها اعمال بفضل العالم عم ننشع، ضلك بالبيت قاعد حدوته هيك ساعد، ضلك بالبيت قاعد حدوته هيك ساعد، وان شاء الله الجيل الصاعد بقوط الوطن يرجع، وان شاء الله الجيل الصاعد بقوط الوطن يرجع، عالبس عم نطلع ونخلي العالم يسمع، عالبس عم نطلع ونخلي العالم يسمع، عنا القادي والاشباب من بعد وعنا الاجيال، وحدوته عندها اعمال بفضل العالم عم نقشع، يا زهرات ويا اشبال قوموا قوموا شدوا حبال، يا زهرات ويا اشبال قوموا قوموا شدوا حبال، لو انتوا بقالا الجبال حدوده لعندك نطلع، لو انتوا بقالا الجبال حدوده لعندك بطلع، عالبس عم نطلع ونخلي العالم يسمع، عالبس عم نطلع ونخلي العالم يسمع، عنا البادي والاشبال من بعد ما عنا الاجيال، وحدوته عندها اعمال بفضل العالم عم تقشع، فضل العالم عم نقشع. يسعد لي كل اوقاتكم متابعينا واطفالنا الحلوين، اطفالنا ابطالنا وكل متابعين الاحباء، خلي عينك على حدوته كتفيه، دورتنا قوتنا. انا بعتذر من التاخير علشان كان في مشكله معينه على الباص، والحمد لله مش هالحال. نبتدي بالدوره بلعب التعارف، نبقى من كل طفل او طفله معانا يفتح مايك ويعرفنا عن نفسه واحد واحد. يلا يا مروة، السلام عليكم. عرفينا عن نفسك. انا مروة افرخاس، ادرس في المستوى الخامس ابتدائي، يعني في الكشف الحسن المغربيه فرع اكادير سرب وادسوس، وشكرا. انا احمد، تشرفنا بمعرفتك. انا احمد حمصي، انت صف رابع. كل التوفيق يا بطل. يلا، السلام عليكم. وعليكم السلام. انا كشاف محمد مصطفى، مجموعه ابنائنا في عيننا، كشاف الارشاديه من مصر. تشرفنا بيك. يوسف، ممكن تطلع تعرفنا عن نفسك؟ أنا كشاف يوسف سعيد من المجموعة الإرشادية أبناؤنا في عيوننا من مصر. تشرفنا بيكم. تعرفنا على بعض، وهلأ خلينا أعطيكم شغلة كتير حلوة لكم يا مشاهدين الكرام ويا أبطالنا الحلوين. ببطولتنا في ربح وفي خسارة،
بس اللي بيخسر ما بيكون خسر، لا هو بيكون ربح، ربح كتير اشياء. اول شيء نحن ربحنا شوفته، تاني شغله هو ربح معلومات زيدي، وممكن اذا هالدوره ما توفقنا ممكن بدوره تانية نتوفق ونطلع من الاوائل. ف اللي ما حيتاهل معنا بالمرحله الاولى للمرحله الثانيه ما يزعل، بالعكس ينبسط، لانه هو حيشجع، لانه انتم هون ما عم تتنافسوا مع بعض، انتم بدكم تشجعوا بعض لحتى الاثنين منكم يتاهل معنا. هاي اللعبه هي هيك محطوطه، عندنا جدول، عندنا جدول، وبقلب هالجدول في 20 رقم، وكل رقم في سؤال. حنبتدي من عند مروة، حنبتدي من عند يوسف، ممكن تطلع يوسف ممكن تطلع على الفيديو. أحمد سكر المايك. تمام أوكي، خليني أشوف. أوكي يوسف، عندك من الواحد لعشرين، اختار رقم. 8. 8. اوكي، 8 هو سؤال وعلي خيارات 3. تمام. انا فاكهة التي تقرأ بالعكس ولا يتغير اسمها. العنب. العنب، الفراولة، الخوخ. فاكهة لا يتغير اسمها. أنا فاكهة التي، أوكي، أنا فاكهة التي تقرأ بالعكس ولا يتغير اسمها. العنب، الفراولة، خوخ. العنب، الفراولة، والخوخ. خوخ. اختار إجابة. برافو أحمد، والكل يصفق لأحمد. برافو يا أحمد، الكل يصفق له لأحمد. أول نقطة لأحمد. ممكن نسكر المايك وناخد الزهرة النشيطة مروة. مروة، اختاري رقم من الواحد لعشرين. 11. 10. 11. 11. اوكي، 11. سؤال جواب. ما هو الشيء الذي كلما زاد نقص؟ العمر. العمر، برافو يا مروة، زقفي، ربحتي نقطة. نسكر المايك وناخد معنا محمد. تمام. تمام يا محمد. اختار رقم من الواحد لعشرين. 4. 4. مثل ما قلنا ممنوع أي اعتمد على شرطاتك. 4. شاطر بالرياضة؟ هاي. من حاز على آخر مونديال عام 2018؟ فرنسا. برافو يا أحمد، زائف لأحمد. ونستقبل معنا طفل المبدع أحمد. وإذا أنا محمد مش أحمد. إيه لا خلاص، أنت ربحت نقطة، نحن عاوزين أحمد، سكر المايك وعاوزين أحمد. أحمد، اختار رقم من الواحد لعشرين. 10. 10 يا أحمد. أوكي، أنا الشيء الذي ليس له عيون ولا رأس. الدبوس، الساعة، القلم. قلم.
هرجع عدلك السؤال. أنا الشيء الذي ليس له عين وله رأس. الدبوس، الساعة، القلم. القلم. أوه يا أحمد، كان فيك تركز، تخسر معنا نقطة وما بيأثر. عندك 3 أسئلة ممكن تشاهد، ما تزعل، بالعكس انبسط وشجع رفقاتك. نرجع نسكر المايك ونرجع عن بطلنا يوسف. يوسف اختار رقم. تمام يوسف معانا. اوكي اختار رقم. 6. رقم ايه؟ رقم 6. اوكي 6. اوكي اوكي هو سؤال جواب. ما هي اسم الفاكهة التي، معلش عيد السؤال تاني بس. أوكي. عيد السؤال تاني. ما هي الفاكهة التي تشبه الغواصة ومن جوا لؤلؤ ومن برا نحاس؟ ما هي الفاكهة التي تشبه الغواصة ومن برا نحاس ومن جوا لؤلؤ؟ جوا 100%. ركز، في حد منك، حدا عم بيساعدك، ممكن احذف لك السؤال. ركز. الرمان مثلا. الرمان، حدا ساعدك فيها، احكي بصراحة، الكشاف صادق. حد مساعدني فيها؟ مين ساعدني فيها؟ نعم هو مين ساعدني فيها؟ قال لك الإجابة. مامتي ساعدتني فيها. أوكي يا أحمد، نحن بنعتذر منك، حنحذف لك السؤال لأنه قلنا لك بالأول السؤال لازم أنت تعتمد على نفسك، مش حدا حيساعدك. وألف تحية لوالدتك، واعتمد على نفسك وانحذفك السؤال وخسرت معنا نقطة. نروح لعند زهرتنا مروة. تمام. بيختار رقم 18. 18. لوني أسود لكني عديم اللون. الإجابة الظل. برافو يا مروة، تكسبي معنا نقطة ثانية. والله وحوش أبطال و... يعني مش عارف أتكلم زي. يلا يا مروان، نسكر المايك ونتكلم مع محمد. تمام. اختار رقم. 7. 7. الله، هذا رقم مفضل لي. ما هو الشيء الذي ينبض بلا قلب؟ معلش مسمع. ما هو الشيء الذي ينبض بلا قلب؟ ركز. شيء ينبض بلا قلب، وما هو؟ التليفون. ما سمعت. التليفون لما بتبعت رسالة. لا، الجواب هو التليفون. ايوه. إجابة ايه؟ لا يا أحمد، تليفون. لا مش تليفون، تخسر معانا سؤال. معليش بعد عندك سؤالين لتعود. نسكر المايك ونروح لعند البطل أحمد. نعم.
أحمد. واحد. واحد. سؤال بالرياضة، ما جنسية اللاعب كريم بنزيما؟ جنسية الأصل. ما سمعت. جنسية الأصل للاعب كريم بنزيما لاعب ريال مدريد. يا أحمد شو يا أحمد، الصوت مش واضح عندك، مش طالع الصوت. علي صوتك شوي. عربي. ايه ايه، بس شو هو، شو جنسيته جنسيته الأساسية شو هي؟ عربي. اوكي، بس شو هو؟ عربي. يلا يا أحمد. عربي. لا، من أي دولة عربية يا أحمد؟ يعني مثلا من تونس، من مصر، من ليبيا، فكر في دولة عربية الجزائر. ممكن يكون منها. جزائري. ما سمع. فرنسي. هو لاعب فرنسي. أوكي، بس هو جنسية الأصل شو هي؟ ما سمعت. يلا يا أحمد، شو هي الإجابة؟ ممكن يا قائد رائد نسهل عليه أكثر وتعطيه اختيارات؟ أوكي، بس مش عاوز الأطفال يزعلون مني. طيب هعطيك ثلاث احتمالات: جزائر، مصر، تونس. 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 إجابة خاطئة يا أحمد، نعتذر منك. عندك سؤالين ممكن تعود ونرجع للبطل الأول يوسف. سكر المايك يا أحمد. تمام. اختار رقم 2. 2. 2. اثنين. اوكي، رقم 2. سؤال جواب. تمام. سؤال جواب، ما هو الشيء، بس خليني اشوف صورتك، بس تطلع فيديو عشان ما حدين شيء يساعدك او ما نركز. ما هو الشيء الذي تراه؟ اوكي، ما هو الشيء الذي، ما هو الشيء الذي تراه في الليل ثلاث مرات وفي النهار مرة واحدة؟ الشيء الذي أراه في الليل ثلاث مرات وفي النهار مرة واحدة. نعم. الشيء اللي أنا براه ثلاث مرات وفي النهار مرة واحدة. ما هو الشيء، هعد لك السؤال، ما هو الشيء الذي تراه في الليل ثلاث مرات وفي النهار مرة واحدة؟ انتبه، ركز في السؤال، ركز في السؤال. ما هو الشيء الذي تراه في الليل، ثلاث مرات وفي النهار مرة واحدة؟ نعم، ايه، ثلاث مرات في الليل ومرة واحدة في النهار. ركز يا يوسف، ولكن ما تفكرش بزاف، ما تفكرش كتير. إجابة هو بسيطة. هو سؤال جواب. نعم يا قائد زينب، هو سؤال جواب. ممكن نعطيهم اختيارات قائد رائد؟ ممكن. أوكي، ممكن نعطي اختيارات. الظل، حرف اللام، حرف الياء. هو تقريبا حرف اللام، تقريبا
تقريبا دي هي دي جايبها مني، هي تقريبا حرف اللام. جواب نهائي ممكن خطأ، ركز، عاوزينك تتأهل، ركز. إجابة نهائية حرف اللام؟ حرف اللام. إجابة نهائية؟ حرف اللام. الله عليك يا يوسف، برافو عليك، تكسب نقطة تانية معانا، برافو عليك يا يوسف. نروح على مبدعتنا، وين مبدعتنا زهرتنا مروة؟ بختار رقم 16. 19 ولا 16؟ 16 16 ستة. أوه، أنت تختارين الأسئلة المميزة. أنا الشيء الذي يتحرك ولا أحد يراه، الماء، الهواء، الريح. الريح عفوا. ما هو، هرجع عندك السؤال، ما هو الشيء الذي يتحرك ولا أحد يراه؟ الماء، الهواء، الرياح. الهواء. جواب نهائي، انتبهي ممكن تكون غلط. الماء، الهواء، الرياح. جواب نهائي. ممكن أعطيني جواب نهائي، أنا عايز جواب نهائي. بختار. ركزي، معك وقت تفكري، ركزي، عاوزين نكسب نقطة ثلاثة، تحتلين المركز الأول. انتبهي، ركزي. الماء، الهواء، الرياح. الهواء. اعتمدي على نفسك لأنه أنا شايف حدا عم بيساعدك. لا أحد، لا أحد يعني معي في البيت. الهواء. أوكي، جواب نهائي؟ نعم، جواب نهائي. برافو عليك يا مبدعتنا. متشاهدينا الكرام، مروة الزهرة مروة تحتل المركز الأول بثالث سؤال بثلاث نقاط، وعند سؤال الرابع ممكن تأخذ الرقم الأربعة، المجموع أربع نقاط وممكن ثلاث نقاط، بس هي خلاص احتلت مركز الأول لحد الآن. ولكن يوسف إذا بحال أخذ سؤال الثالث ومروة ما عرفت السؤال الرابع، حيكون في التعادل وهم أول وثاني. منروح على بطلنا محمد من مصر. تمام. رقم 15. رقم 15 يا محمد. أوكي، شاطر بالرياضة؟ أيوة. من المنتخبات معاه أكثر كؤوس في كأس العالم؟ البرازيل. كم كأس معاها؟ طب ممكن اختيارات؟ لا، لأنه حدا قال لك برازيل، أنا عاوز كم كأس معاها. وانت ما حدا يساعدك، لانه اذا حدا ساعدك حيصير فيك مثل يوسف، حيروح لك سؤال. يوسف خسر علامه من ورا انه حدا يساعده. ركز. ما سمعت. ما فيش حد جنبي. اوكي، اعطينا كم كاس معاها البرازيل؟ انت قلت البرازيل معاها كؤوس العالم، كم كاس معاها؟ اوكي يا زينب، يلا يا محمد. طيب حاعطيك اختيارات، حاعطيك اختيارات، أربعة، خمسة، كده سؤالين. قائد لميا ممكن تطلعي؟ قائد زينب كلمي، مش عارف قدامي تقول ايه. طيب يا محمد، قائد رائد حياتك، اختيارات وحاول تركز فيها، يعني انت كده كده جاوبت على السؤال،
ولكن يعني حابين نتأكد أكثر. أوكي ركز بس، وقائد رائد حيقدم لك الاختيارات. أوكي محمد، محمد أنت معانا؟ محمد مصطفى بطلنا. محمد ممكن غادر محمد أو صار عنده مشكلة في الإنترنت، بس أين أنت أوكي. يا حمد؟ هو يستحق العلامة قائد زينب لأنه جاوب على أول سؤال، وأنا كنت راح أتأكد بس يعني هو يستحق العلامة، أنا هعطيها كنه، بس أنا كنت حابب أتأكد أكثر من الكؤوس. محمد ومبروك النقطة. محمد معاه نقطتين، يوسف معاه نقطتين، مروة معاها 3 نقاط، أحمد معوش ولا أي نقطة. نستقبل أحمد. أحمد 4 أخذوه، عندك 3، عندك 5، 9، 12، 13، 14، 17، 19، 20. 20. زبط المايك عندك أحمد لأنه مش سامعك، وأكيد المتابعين والمشاهدين الكرام مش سامعين. مش مشكلة يا محمد، برافو عليك، أنت حصلت على نقطة، صار معك نقطتين. والآن مع أحمد. أحمد 20؟ نعم. أوكي سؤال، عندك اختيارات. أنا الشيء الذي له أسنان ولكن لا يعض أحد، القلم، المسمار، المشط. المشط جواب نهائي؟ نعم. ركز يا أحمد، جواب نهائي؟ برافو عليك يا أحمد، أول نقطة معك يا أحمد. نسكر مايك ونرجع عند البطل يوسف لنشوف إذا حينافس مروة أو لا. ماشي تمام. عايز رقم 19. 19. أوكي سؤال جواب، ما هو اسم الفاكهة التي يمكن لا لا لحظة قلتها لحظة ثانية. أوكي ما هو الشيء الذي نرميه بعد العصر؟ بعد الايه؟ بعد العصر. بعد الايه؟ بعد العصر. العصر يعني بعد العصر في حاجة بترميها انت. صحيح. بعد العصر ايه يعني؟ مش فاهم. مش لحظة، مش التوقيت الصلاة المغرب والعصر، لا. نحن سؤال شيء، ما هو الشيء؟ اوكي ما هو الشيء الذي نرميه بعد العصر؟ الإجابة عصر. يعني بعد العصر. ايه يعني انت بتعصر شيء وبتكبه من بعد ما تخلصه. تمام. يعني برمي ايه بعد ما بخلصه؟ ايوه كده. ثواني بس اشوف بس كده. هعطيك احتمالات، هسهل لك شوي، هعطيك احتمالات. التوت، البرتقال، يعني بس التفاح. معلش ممكن بس تديني الاختيارات؟ هعطيك اختيارات، التوت، البرتقال، التفاح. البرتقال ولا التوت؟
ثانية واحدة بس. البرتقال بس تقريبا. اطلع بس عاوز اشوفك، انا مش شايفك، انت بتطلع و... انا هو فاضي مفيش حد ولا ورايا ولا قدامي، انا اساسا كنت قاعد لوحدي يعني. افتح الكاميرا يا يوسف، افتح ما هي الكاميرا. افتح الكاميرا عشان نشوفك، عشان نشوفك. فاتحها، انا فاتحها على فكره يعني، فاتحها مفيش حد معايا. اوكي، فشو هي السؤال، شو هو الجواب عفوا؟ البرتقال تقريبا. متاكد؟ بدي جواب نهائي عشان احسمها. هي البرتقال. ممكن تخسر البرتقال، ممكن ما تنافسش مروة، انتبه، ممكن تخسر ومحمد ينافس مروة، انتبه، ركز على السؤال واعطيني الجواب. يا يوسف، البرتقال بعد العصر، البرتقال بعد العصر تقريبا. برافو عليك يا يوسف، الله عليك، انت هلق بمنافسة مع مروة، صار مجموعك 3 نقاط. مشاهدينا الكرام، يوسف خلص 4 أسئلة، ممكن يكون في عنده سؤال ستاند باي يكون منافسه مع أي حد. نروح عن زهرتنا الروعة والمشرقة مروة. اختار رقم 14. 14، سؤال وجواب. ما هو الشيء في الأرض يكون أخضر وفي السوق أسود وفي البيت أحمر؟ الشاي. الشاي. الشاي؟ جواب نهائي؟ نعم الشاي، ما نشربه، الشاي. لي الشاي؟ نعم نقول شيء أتي. برافو عليك، زهرتنا 4 نقاط وبالمركز الأول، تتأهل معنا مرة. مروة تختم 4 أسئلة ب4 نقاط وتحتل المركز الأول. برافو عليك مروة، خليكي معانا يا مروة. سكر المايك ونستقبل معانا محمد. تمام. محمد ركز، الجواب لازم يكون صح هذا المطلع. يلا يا محمد، يا تنافس يوسف، يا تنافس يوسف، يا خلاص يوسف يتأهل المركز الثاني. يلا يا يوسف، عاوز اختار رقم 5. يوسف رقم 5. اوكي تمام. رقم فرق يا قائد رائد، مش يوسف، محمد. ايه محمد، محمد، انا قلت اذا بده ينافس مع يوسف او لا. محمد، السؤال جواب. رقم فردي عندما تحذف منه حرف الواو يصبح أحد. رقم فردي عندما تحذف منه حرف الواو يصبح أحد. رقم واحد. متأكد؟ أنت في منافسة، يا حتكون يا حتخش منافسة مع يوسف يا خلاص. لا هو رقم واحد. رقم واحد. برافو عليك أحمد، برافو عليك محمد، يصير معك 3 نقاط أنت ويوسف. برافو محمد، فسان على المركز الثاني والمركز الثالث، ويوجد سؤال حاسم بينكما. أحمد مع نقطة، حيجاوب على سؤال الرابع والأخير، وهو محتل المركز الرابع بنقطة واحدة. ممكن يطلع أحمد ويجاوبنا على السؤال. أعطينا الرقم يا أحمد. 15. راح. في عندك 17، 12، 13، 9، 3. 12. سؤال رياضة. بأي فريق يلعب كريستيانو رونالدو في عام 2016؟ في أي فريق يلعب كريستيانو رونالدو في عام 2016؟ ركز يا أحمد. يا مدريد.
برافو عليك أحمد، ريال مدريد وبيحتل معه نقطتين، وأنت يا أحمد في المركز الرابع. ما تزعل، تابعنا أكثر ليصير في عندك معلومات أكثر، وإن شاء الله إن شاء الله في الدوري الجاي تشترك وتكسب معنا في الدوري. خليك معنا واقفل المايك. والآن مع يوسف ومحمد. يوسف، عاوز أسألك سؤال. في أسئلة رقم كام؟ طيب أنا فتحتها بس عشان هو كل شوية الكاميرا بتاعته بتقف. أوكي، افتح الكاميرا بس هنا. فتحتها بس عشان هو بتاعته كل شوية تقف. أوكي ماشي. الأسئلة أرقام كام طيب؟ أوكي، الأرقام 3 9 13 17. 3 9 13 14 9. سؤال جواب. يسير بلا رجلين ولا يسير بلا يدخل إلا أوكي يسير بلا رجلين ولا يدخل إلا بالأذنين. إلا بالأذنين ولا إيه؟ ولا إيه؟ يسير بلا رجلين. بلا رجلين تمام. أوكي تمام. ولا يدخل إلا بالأذنين. ولا يدخل إلا بالأذنين. ولا يدخل إلا بالأذنين. نعم بالأذنين. يمشي من غير رجلين يعني بالدين ويدخل بأذنيك. أنا أعتذر منك يا يوسف، مش ممكن أعطي خيارات بسبب لأنه هذا السؤال الفاصل بينك وبين محمد، لنشوف مين حيتأهل معانا. يلا يا يوسف فكر، ما هو الشيء الذي يدخل في ودنيك؟ يعني يمشي من غير رجلين ويدخل حاجة بتدخل يعني في ودنك. نعم نعم. يسير على رجلين. معلش سؤال تاني لا اسمع 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 اسمع، عاوز عد لك السؤال. اطلع معايا، اطلع على الكاميرا، خليني بص، خليني اشوفك. يوسف بس افتح الكاميرا. قائد قائد النت فصل، بس قائد النت فصل ثواني عشان تمام. حضرتك مشاهدينا الكرام، ان شاء الله تكون عجبتكم الحلقه. في سؤال فاصل، بما أنه مروة تحتل المركز الأول بأربع نقاط، يوسف 3 نقاط، محمد 3 نقاط، عاوزين نسأل سؤال فاصل، سؤال يفصل بين مركز الأول. معلش أنا مش فاهم الثاني. أوكي أوكي حعد لك السؤال. أوكي هذا السؤال ستاند باي، حيفصل بين محمد ويوسف، لأنه شخص واحد حيتأهل معنا، هم شخصين مركز أول مركز الثانية. مروة زهرتنا النشيطة تتأهل معنا بجزارة بأربع نقاط متكاملة. يوسف ومحمد معاهم 3 نقاط بثلاث نقاط، وهناك سؤال يفصل بين يوسف ومحمد. يا يوسف ركز معايا، ما الشيء، ما هو الشيء الذي يسير بلا رجلين؟ بلا رجلين بلا تمام. ولا يدخل الا بالاذنين. الا ولا يدخل الا بالاذنين، ما بيخشش الا في الودن. نعم دوت. الجواب الاجابه ما سمعتش. يلا دود. يوسف ثانية واحدة طيب. هو ثانيتين بس ما حدش يساعدك. هو لازم تجاوب. لا ثانية واحدة، أنا قاعد لوحدي ما فيش حد معاك. فكر في الأشياء التي تدخل إلى أذنك فقط. فكر في الأشياء التي تدخل أذنك. سماعة
السماعة أجربها كده. السماعة ليه؟ الحالة سؤال طيب. إيه؟ لا ثانية واحدة ثانية واحدة. نعم نعم أنا عارف في حد يساعده بس ولكن أخذه على الآخر. لا ما فيش حد بيساعدني بس أنا بس بفكر. أوكي يا يوسف عاوزينك تفكر بسرعة عشان نحسم. ممكن يعني الحلقة عد عكسي يا يوسف. نعم يوسف مش ممكن نعطيك أي احتمالات بسبب التنافس الحلق. السؤال الفاصل بينك وبين محمد الحلق يعني واحد منكم هيتأهل. الحلق جواب نهائي. الحلق جواب نهائي. الجواب غلط يا يوسف. جواب غلط ما بتكسب معانا. هنسأل محمد سؤال يا محمد اطلع معانا وجاوب على السؤال. لا لا خلاص هو ذات السؤال يسير بلا رجلين ويخش الأذن ولا يدخل إلا الأذنين. يسير بلا الرجلين بس اطلع على اللايف. خليني عاوز اشوفك. افتح الكاميرا. يسير بلا رجلين اوكي. يسير بلا رجلين ولا يدخل الا في الاذنين. الاجابه يسير بلا رجلين وايه؟ يسير بلا رجلين ولا يدخل إلا في الأذنين. ركز يا محمد لتتأهل لمركز الثاني لدور الثاني. ما هي الأشياء التي تدخل أذنك يا محمد؟ ما هي الأشياء التي تدخل أذنك؟ الكلام. اسمع ركز معايا. السؤال حتجاوب عليه دغري. يسير بلا رجلين يعني ما عنده إجر، بيمشي بس ما عنده إجر أوكي، وما بيفوت على شيء إلا على الإذن. فما هو الكلام؟ جواب نهائي. أي للأسف عطيته تشانس ليوسف يرجع يطلع مرة تانية. يوسف اطلع مرة ثانية لنشوف حتتأهل ولا لا. يوسف الأسئلة رقم كام؟ لا خلاص ما فيش. عاوز أسألك لحظة شوية. اوكي عاوز اسالك سؤال جواب. السؤال فاتحها بس. اوكي خبير في التذوق الطعام ولكنه خبير في تذوق الرائحة طعام خبير في أيوة. تذوق الطعام ومش خبير في تذوق الرائحة. 100% واحدة. خبير في تذوق الطعام وغير خبير في تذوق الرائحة. اللسان صح؟ لسان. ايوه لسان. جواب نهائي عاوز جواب نهائي. انتبه الجواب يا يفصلك يا يأهلك. اللسان وبرافو عليك يوسف. ألف 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 مبروك يوسف ومروة في مركز الأول مروة ومركز الثاني يوسف. أعتذر من محمد وأحمد. انبسطنا منكم وانبسطنا أنه طلعتوا معنا واشتركتوا ولا تيأسوا. بالعكس شجعوا أصدقائكم في الحلقة دي وفي الحلقات كل أحد
الساعة 2 بتوقيت القاهرة، الساعة 12 بتوقيت جرينتش، والساعة 3 بتوقيت لبنان. ألف 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 مبروك. عاوز مروة تطلع تقول لنا كلمة صغيرة عن الدورة دي قبل ما أختم الحلقة. يعني أشكر، يعني أشكر كل من ساهم في تنظيم هذه المسابقة، وأريد يعني أن أقول بأنني يعني فرحة جدا، وأقول لمن يعني من لم يتأهل إنه ربح واستفاد كثير من المعلومات، يعني يستفيد من أخطائه. شكرا قائد مروة. محمد، نحن انتم متعادلين، انت ويوسف. كرمال بوضح لك الفكره، انت متعادل انت ويوسف. معلش بس اسمع. نحن صوت. اوكي اسمع اسمع، عاوز اوضح لك حاجه. انت ويوسف اتعادلتوا في الارقام، 3 نقاط ب3 نقاط، صح يا يوسف؟ انت اوكي صح. ايوه صح، تمام. اوكي، هو في سؤال ستاند باي اللي هو يفصل بينك وبين محمد. تمام. سالنا يوسف، سالناك ما عرفت الجواب، سالنا محمد ما عرف الجواب، رجعنا سالنا محمد عرف الجواب، خلاص انفصل هذا السؤال فاصل. تمام. لهيك هو تمام. سؤال فاصل، لأنه يعني ممكن أرجع أسأل السؤال، أنت تعرف يعني حيصير في كتير أسئلة، ونحن الأسئلة عاملينهم 20 سؤال وراحوا كرمال هيك، فهمت علي؟ تمام. مشاهدينا الكرام، محمد عاوزك تطلع تقول لنا كلمة قبل ما نختم أنا ولا محمد الحلقة الأولى. أنا ولا محمد؟ أنا ولا محمد؟ اللي تأهل معنا يوسف، أنت تأهلت معنا صح؟ مروة ويوسف اللي تأهلوا. أوكي يوسف، عفوا أنا آسف ما سجلت الأسماء. عاوزك تطلع تقولنا كلمتين قبل ما نختم الحلقة. معلش عيد السؤال بس عشان النت عندي بيقطع. عاوز منك تكلم أي حاجة عن المسابقة دي وقبل ما أختم الحلقة الحلقة الأولى. أنا أول حاجة بس أحب أشكر كل اللي كانوا معايا النهاردة في المسابقة، وأحب أهني يعني أحب أهني أصحابي برضو حتى لو كنت خسرته، وإن شاء الله لما تشتركوا المرة الجاية تكسبوا، وإن المسابقة دي كانت مفيدة جداً جداً حتى لو أنت كنت خسرت، يعني اديتك معلومات وكده يعني. متشكر يوسف. عاوز قائدة زينب عاوزك تطلعي تقولي كلمة قبل ما نختم. شكرا قائد رائد على المسابقة الجميلة، وهنيئا لمروة ويوسف، واستمتعنا وتشرفت بمعرفة محمد وأحمد، وإن شاء الله نشوفهم في دوري آخر يا رب، وأتمنى التوفيق للجميع. استمتعت معكم كثيرا، إلى اللقاء. شكرا قائدة زينب، وأنا عاوز أشكر كل من ساهم في هذه الدورة إنشائها على اللايف في حدوتة كشفية، وأتمنى من كل الأطفال والزهرات والأشبال وجميع المشاهدين الكرام، خلي عينك على حدوتة كشفية عشان تكسب أكثر. وعاوز أشكر المتابعين، وإلى اللقاء، ترونا في الحلقة القادمة نهار الأحد. السلام عليكم.